فعلا اليوم دخلتوا علينا احنا نهايه اجتماع المكتب المركزي. كما في علمكم احنا قررنا سابقا في الاجتماع السابق اننا سنخوض مسيره ننظم مسيره احتجاجيه وطنيه يوم 28 ابريل 2019، ولكن في نفس الان استحضرنا ما يجري اليوم داخل بلدنا وخاصة ما سمي بالحوار الاجتماعي ومخرجات الهزيلة، وللأسف الشديد مركزيات النقابية تسير نحو التوقيع على اتفاق لا يلبي أدنى الحد الأدنى من المطالب الطبقة العاملة. لذلك فكان موضوع نقاشنا هو هذا اليوم، وبالتالي هل تساءلنا هل هناك اليوم ما يدعو إلى الفرح، ما يدعو إلى الاحتفال؟ بل بالعكس، لم نجد إلا السواد، لم نجد إلا ما يساهم في تكريس هشاشة الطبقة العاملة، في تكريس الوضع الحقوقي، في تكريس وضع حقوقي يعني غير مسبوق، فيه تراجعات خطيرة، وكذلك الأوضاع السياسية بصفة عامة والأوضاع الاجتماعية ديال المواطن. وبالتالي اليوم احنا كطبقة عاملة قررنا أن نقول أنه ليس هناك ما يدعونا للاحتفال بفاتح ماي. هل هناك حاجة اليوم للاحتفال بفاتح ماي؟ لأن الفاتح ماي هو الاحتفال بنتائج حوار بشيء جديد للطبقة العاملة، لكن هناك ليس هناك جديد للطبقة العاملة، بالعكس ما ستتفق عليه النقابات هو ضرب لكل المكتسبات السابقة، سواء التقاعد، سواء القدرة الشرائية، منظومة التربية والتكوين للأسف الأساتذة المتعاقدين لا زالوا مضربين، وفئة تعليمية أخرى لا زالت مضربة، زنزانة تسعة، حاملي الشهادات، ضحايا النظامين، كذلك المنظومة الصحية، الممرضين مضربين، طلبة ديال الطب مضربين، الأطباء مضربين. وبالتالي إذا لم يحل الحوار الاجتماعي هذه القضايا فماذا ستتوقع المركزيات النقابية؟ لذلك فنعتبر هذا فاتح ماي هو يوم للحداد وليس يوم للاحتفال. وبالتالي قررنا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أننا سنغيب على هذا اليوم ولن نحتفل، لأن ليس هناك ما يدعو للاحتفال، وسنحتج في يوم 28 في المسيرة الاحتجاجية الوطنية لنقول أن السياسات العمومية وصلت إلى فشل ذريع، وأن المقاربات الحكومية للمسألة الاجتماعية أنها فشلت في حل معضلة التربية والتكوين، معضلة الصحة، معضلة التشغيل. و نعتقد أن 500 درهم و 400 درهم على ثلاث دفعات، والتي لم تأتي حتى من رئيس الحكومة بل خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي من طرف وزارة الداخلية، أنها لا تعوض حتى ما تم اقتطاعه لصالح الصندوق المغربي للتقاعد. وبالتالي نعتبر هذا ضحك على الدقون، نعتبره تواطؤ غير مسبوق على الحركة على حركة العمالية المغربية وعلى الشغيلة المغربية وعلى طموحاتها في وضع أفضل. وبالتالي اليوم قررنا هو أن نقول للرأي العام، أن نقول لكل مكونات الصف الوطني سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية وكل الديمقراطيين في المغرب، أنه وضعنا اليوم لا يحتمل المزيد من الصمت حول هذا الوضع الذي ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة البلاد، وليس في مصلحة الديمقراطية، وليس في مصلحة حقوق الإنسان. وبالتالي علينا أن نواجه هذا الوضع ولو بالاحتجاج. وكذلك هذا فاتح ماي لن نعطي ورقة بيضاء للحكومة ونقول فعلا أننا نخرج للشارع لنحتفل بما تحقق من نتائج، وفي الحقيقة هي نتائج هزيلة ما تم تحت الطاولة، وربما هو الذي نجح ولكن الظاهر هو الذي لم ينجح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.